مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نتوقع تحسن فرص الأمطار في المملكة في النصف الثاني من شهر آذار بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل وضعية الأمطار في المملكة. بنلاحظ أن المناطق الشمالية تقريبا أقل من المعدل، لكن بعض المناطق الشمالية والغربية والجنوبية إن شاء الله ستتحسن فرص الأمطار، خاصة في منتصف النصف الثاني من شهر آذار. لكن في النصف الأول من شهر آذار راح تكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الشمالية نتيجة تأثر المملكة ببعض المنخفضات شبه الخماسينية، وبالتالي هناك إثارة للغبار والأتربة وارتفاع واضح في درجات الحرارة. لكن بعد منتصف الأسبوع الثاني إن شاء الله ستتحسن فرص الأمطار زي ما حكينا في بعض المناطق الشمالية والغربية والجنوبية وتصل إلى بعض المناطق الوسطى. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، بالنسبة لدرجات الحرارة بنلاحظ إنه المملكة خاصة المناطق الشمالية زي ما حكينا المناطق الشمالية راح تكون معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل في هذا الشهر، لكن المناطق الجنوبية الغربية أقل من المعدل. أما بقية مناطق المملكة تقريبا راح تكون حول معدلاتها، يعني أجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا. وبالمناسبة ستتحسن فرص الأمطار إن شاء الله في كثير من أجزاء المملكة مع بداية شهر رمضان المبارك. مشاهدينا كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم أوقات سعيدة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. CFI المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. تمويلكم شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم.